عم يساوي هالمقوص جوا بين الليالي؟ والله علمي علمك يا ابو قاسم. خير شو بدك؟ تعال عندي عاوزك. خير ان شاء الله. خير. شو حدث طيب؟ انه ما رح تتركني ملحوش عند ابو فهد. الله لا يوفقه على العمله. لك هذا زعيم ها؟ يا عم شوم عليه بس. المهم شو كان بده منك؟ بده يعني قرع عن قرنية الزيبق. ايوه. وانت شو عمي نادر؟ قريت؟ اعوذ بالله، لك ما فشار؟ والله اذا بقيم هي ما بحكي ولا كلمة. لك الله محيي اصلك عمي نادر، الله محيي اصلك. بسيطة عمي بسيطة. نحنا ما لازم نسكت منوب يا أبو العز، ما لازم نسكت عنه منوب أبدا. لحمة لهون وصلت مع خالك؟ لهون؟ إيه والله يا أختي، تقطع قلبي على نادر. لك فوق ما الزلمة تصاوب ونعطبت إيده ونفكت خطبته يقوم يتشرشح الشرشحة كبيرة، هي كبيرة. هذا خالك لازم توقف عند حده. ها؟ ايه والله لازم توقف عند حده. بس معلش اختي، خليه ينكشف على حقيقته قدام الخلايق. وقرب يومه، قرب. ما عم صدق لوين وصلنا. معقول لسه كل واحد بيفسد على الثاني، بيشتغل ضد الثاني؟ لك كأننا غرب العمى. ايه والله خربت يا ام سعيد، خربت.